التحديث الاول معنا للسيزون 4 شابتر 2. التحديث هذا يا شباب رح ينزل برقم 14.10، رح ينزل فيه بعض الاصلاحات بالنسبه لهذا السيزون، بعض الاخطاء اللي كانت فيه رح تنضاف معنا، بعض الاشياء اللي احنا بنعرفها وفي شغلات رح تنضاف لحد هلا ما بنعرفها. ان شاء الله بهذا الفيديو رح احكي لك عن الوقت اللي رح ينزل فيه التحديث وامتى رح ينزل فيه التحديث، وعن شويه اضافات بالنسبه للتحديث 14.10. فلا والله بس كانت الطاوله الارضيه وفيديو جديد. قبل ما بلش الفيديو تبعي بنحكي عن التحديث 14.10، بتمنى لو اول مره عندك تشاهد الفيديو على القناه تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس، تحط لايك ورايك بالكومنتات بيهمني جدا، كود دعم بالايتم شوب نيمو 9 لو عجبك المحتوى تستخدمه اللي ظاهر امامك، وحملتنا ال 20,000 مشترك نوصل خلال هالسنه لسه شغاله، يا ريت تساعدوني نوصل فيها بالاشتراك بالقناه. بالنسبه لتحديث 14.10 يا شباب، على حسب ملفات اللعبه مثل ما شفنا ملفات اللعبه، التحديث المفروض يكون يوم 9/9 ان شاء الله، يعني بعد يوم من تسجيل هذا المقطع. رح يكون التحديث يوم الاربعاء موافق 9/9/2020، رح ينزل تحديث جديد باسم 14.10، بس لحد هلا ما اعلنت عنه الشركه. لو تاخر عن يوم الاربعاء رح يكون يوم الخميس، ولكن يوم الخميس في التحديات مستحيل ينزلوا تحديث ايام التحديات الاسبوعيه، يعني تقريبا بنسبه 70% رح ينزل يوم الاربعاء بعد تنزيل هذا الفيديو بيوم بالضبط. بالنسبه يا شباب للاوقات، الاوقات رح يكون متوقع من الساعه 9 الصبح ل 8 الصبح ل 7 الصبح مثل ما متعودين بالتحديثات الماضيه. بالنسبة لبعض البلاد 9 الصبح، بعضها 8، بعضها 7 الصبح بهالاوقات هي، ولكن هذا التحديث الاول بالنسبة لنا للسيزون 4، فممكن يكونوا مغيرين بالاوقات، ممكن ينزل التحديث مثل ما هو، هذا التحديث الاول لازم نتلخبط فيه شوي دائما التحديث الاول بكل سيزون، فهو المتوقع لحد هلا ما في أي شيء بالنسبة لتغيير الأوقات، إنه ممكن ينزل الساعة 7 8 9 الصبح مثل ما متعودين بكل التحديثات الماضية تبع السيزون 3. حاليا يا شباب هذا التحديث ما حينضاف فيه بعض الاصلاحات وبعض الاشياء. طب بالنسبة للحجم، الحجم يا شباب ما في اي شيء باين عن الحجم، لانه هذا اللي حيكون اضافات وتحديثات، فالمتوقع تكون اضافات بحجم 1 جيجا، المتوقع تكون ب 2 جيجا، مو معروف الحجم، بس انا حاولت انه اقول لك امتى الوقت بالضبط حسب ملفات اللعبه، وامتى بالنسبه لحيكون الصبح او بالليل، امتى ما بنعرف لحد هلا، لانه هذا التحديث الاول، فالمتوقع يكون مثل التحديثات الماضيه تبع السيزون 3. هلا حاليا بدنا نحكي عن الشغلات اللي ممكن تنضاف معنا باللعبه، والاصلاحات اللي هي رح تكون اكيده، مو يمكن، الاصلاحات اللي رح تكون اكيده. بالنسبة لإصلاحات التحديث 14.10، في بعض الناس عم تواجه أول مشكلة اللي هي تعطيل الصوت تبع الكوبي رايت. في بعض الناس، أنا كنت واحد من الناس إني عم بلعب على الستريم على اليوتيوب، عم بعمل ستريم بس مباشرة على اليوتيوب، في بعض النغمات تبع التيك توك، رقصات تيك توك، وفي بعض الراديو تبع السيارات ما عم بقدر أعطلهم، عم باخذ كوبي رايت على اليوتيوب، فهذا الشيء غلط وممنوع، فأنا عم حاول أعمل كنت كوبي رايت إني ما تطلع الأغاني اللي هي عليها كوبي رايت أو حقوق نشر. ما كانت تزبط معي، بس اخيرا بعدين زبطت بعد معاناة كتير. بس هلا هي القصة رح تنحل، رح تصير تفوت على اعدادات الصوت، تنزل لتحت تلاقي شيء اسمه كوبي رايت او تلاقي كرييتر، تلاقي شيء تعمل له اوف، شيء كل شيء اغاني كل شيء موسيقى عليها حقوق نشر. هاي رح تنحل هاي المشكلة ورح تتزبط اكتر واكتر. وبالنسبة لمشكلة صوت الجلايدر، كل الناس عم تلاقي بعض المشاكل من صوت الجلايدر وبعض الاشياء اللي هي نازلة معنا بهذا السيزون. في جلايدر الخاصة تبع الصور هي فيها احيانا بعض الناس عم تعاني من بعض المشاكل بالصوت فيها، هي وعم تفتحها وطايرة بالسما، كمان هاي القصة رح تنحل، وفي بعض الناس ما عم يطلع لها صوت الجلايدر من الاساس، هاي المشكلة رح تنحل ان شاء الله. وفي المشكلة الثالثة رح تنحل اللي هي مشكلة الجلايدر البطء تبعه. حاليا معنا كل مثل العادة اللي احنا متعودين من ايام السيزون 3 والسيزون 2، انه عم يصير معنا جلايدر جليتش، عم يصير معنا انك لما تروح على ستيبي او تطلع باللانش باد عم يصير بطء بالجلايدر. هاي المشكلة رح تنحل كمان على حسب كلام الشركة على الديسكورد وعلى السيرفرات تبعاتها، انه رح تنحل مشكلة الجلايدر اللي حتصير طبيعية لما تطلع بستيمي بالهواء تبعه او تفتح الجلايدر باي شيء كان، ما حتصير معك هذا الجليتش. هذا الجليتش رح ينحل على حسب كلام الشركة، هذا اللي جليتش من ايام السيزون 2 سيزون 3 شابتر 2 عم ينعاد معنا كل سيزون، عم ينعاد معنا وكل تحديث عم يقولوا رح يحدثوه وما بيمشي الحال وبيضل نفس اللي جليتش، فهلا على الاساس رح ينحل. والمشكلة الرابعة اللي هي انك ما عم تقدر تشرب شيلد وتاكل سمك اثناء ركوب اي شيء ثاني، مثلا لما تكون راكب سيارة، لما تكون قارب، لما تكون راكب طيارة، اي شيء تكون راكبه من الوسائل هدول، احيانا في بعض اللاعبين ما عم تقدر يشربوا شيلد وما عم يقدروا ياكلوا سمك او ميدكيت يعني بشكل عام. هاي المشكلة كمان رح تنحل، لانه في كتير بعض الناس عم تعاني من هذا الموضوع، انك بتكون راكب سيارة وواحد عم يسوق من رفقاتك مثلا بالسكواد، بدك تشرب شيلد، بدك تشلد، بدك تاكل سمك، ما في هذا الشيء ابدا، عم يصير جليتش انه ما عم تقدر تعمل هذا الشيء. هذا الشيء كمان رح ينحل معنا بهذا التحديث.
والمشكلة الخامسة اللي هي بعض الناس عم تعاني فيها انخفاض بالـ FPS. في كتير ناس عم تعاني بانخفاض بالـ FPS بالنسبة للـ PC. بالنسبة للـ PC يا شباب بعض الناس عم تلاقي الـ FPS عندها عم يقل، بتكون عم تلعب على 90 فجأة بتلاقي صار تاني يوم 40 او 50. وهذا الموضوع انا كمان احيانا عم يصير عندي هذا الجليتش، اللي هو مثلا انه انا كون يوم عم بلعب على 180 تاني يوم اجي العب على 130، يوم العب على 200 تاني يوم اجي العب على 110. في كتير غباء بهذا الموضوع. هذا الموضوع رح ينحل كمان بالنسبة لانخفاض الـ FPS. والمشكلة الأخيرة رح تنحل معنا لأصحاب البلايستيشن 4 يلي هي الريبلاي. الريبلاي إنك أنت تسجل الريبلاي أنت وعم تلعب بالكرياتيف أو عم تلعب عادي بابليك، ويكون معك بعض المشاكل مثلا إنك أنت عم تشغل الريبلاي وعم ترجع تشوف الريبلاي تبعك، بدك تشوف لقطة مثلا أنت جبتها من زاوية معينة أو شيء معين. الريبلاي اللي هي الإعادة، إنك أنت تكون الكاميرا تبعك حرة بالماب والماب كلياتها شغالة. كلياتنا بنعرف شو هي الريبلاي. ففي بعض الاصحاب البلايستيشن 4 ما عم يقدروا يرجعوا على الريبلاي ويفوتوا عليها ويشوفوا انه شو صار معهم لقطات، وهيك كل ما عم يحاولوا يفوتوا على الريبلاي عم تصير معهم بعض المشاكل بالنسبه للبلايستيشن 4. هذا الموضوع على فكره كان من ايام السيزون 3 شابتر 2. كمان في بعض الناس من اصحاب البلايستيشن 4 عم تعاني من الريبلاي ووعدونا انه يحلوا هذا الموضوع وكمان ما انحل. فهلا بقى هدول هن بعض الاشياء اللي رح تنحل معنا بالنسبه لهذا التحديث اللي هو رقم 14.10. والشغلين اللي هن اللي حنضافوا معنا تقريبا بنسبة 70% هدول الأشياء موجودين معنا بملفات اللعبة ولكن لم نفك تشفيرهم حاليا. أول شغلة اللي هي سكن الملكة الخاصة بالفيش، هي هي اللي ظاهرة أمامكم. في صورة طلعت معنا تبع الستورم أو تبع سكن ستورم، وفي تحت الباص بتلاقي مثل سمكة ولابسة هيك فستان أميرة ومدري شو هيك شغلات غريبة يعني. فلما انت تجي تدقق عليها بتلاقي عبارة عن سكن السمكة ولابس فستان اميرة. ما بعرف يعني، انا قلت لكم بداية التحديثات الماضية وكلام الماضي اللي كان بالفيديوهات الماضية انه شركة فورتنايت اخذ السكنين اللي هن السمكة والموزة عم تأبدع فيهم، عم تأبدع. مرة بتعملهم ابطال خارقين، مرة بتعملهم اميرات، مرة بتعملهم كلاب. حاليا عندنا سكن السمكة اللي هو المفروض ينزل ملفات اللعبة مثل مظهر امامكم الصور الانتظار انت وداخل على اللعبة او انت وخارج من اللعبة بيطلع معنا صورة انتظار. في معنا صورتين من البطل بس تبع سيزون 4 في عليهم سكن السمكة اللي ظاهر امامكم، سكن السمكة الاميرة. فما بعرف شو فكرته هذا السكن، بس رح ينضاف معنا بشكل اكيد لانه طلع معنا بالصور المصغرة. واخر شيء معنا يا شباب اللي هو السيارة تبع ايرون مان. سيارة ايرون مان يا شباب رح تنضاف معنا باللعبة مثل ما طلعت بملفات اللعبة، وفي بعض اللاعبين قدروا ينزلوها من داخل ملفات اللعبة ويحطوها باللعبة. السيارة مثل مظهر امامكم هاي هي شكلها رح يكون نفس السيارة العادية اللي هي السبورت او الرياضية الموجودة بكل مكان، اللي هي رح تكون اسرع واحدة على الطريق الزفت اللي هو الطريق المزبط يعني او المسفلت ما بعرف شو بتقولوا عليه، بس المهم على الخضار بتكون بطيئة هي، ولكن على الطريق العام او الطريق المزبط بتلاقيها اسرع واحسن. هاي السيارة اللي حنضاف معنا سيارة جديدة، سيارة ايرون مان اللي حتكون اسرع واقوى ولح تستحمل بنزين اكتر على حسب كلام المسربين. انا الصراحة هاي السيارة موجودة بملفات اللعبة ولكن ما حدا بيقدر يشتغل فيها. شلون هذا الشخص يلي انا جبت من عنده الفيديو، شلون هذا الشخص قدر يفك تشفير السيارة ويقدر ينزلها على اللعبة ما كنت افهم الصراحة. فهذا الشيء اللي ظهر امامكم سيارة ايرون مان اللي حتنزل معنا باللعبة اللي حتكون بهذا الشكل. هيك بالنسبة لتحديث 14.10 حكينا كل شيء عليه وتقريبا عن الاصلاحات وعن الاضافات. هدولن الاضافات الشغلتين اللي هن السكنين اللي يمكن ينضافوا معنا، او السكن عفوا ممكن ينضاف معنا، والسيارة اللي ممكن تنضاف معنا. شكرا لكم يا شباب اذا كملت المقطع الاخر. كود دعم بالاتم شوب لمتسعة وبرعاية الله.